مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا، نلقي فيها الضوء على أبرز ما جاء في المشهد السعودي. يمكن أكثر ما في المشهد السعودي هو تداول الأخبار والمستجدات حول فيروس كورونا، ومن الساعات الأولى وحنا نوافيكم يا هلا باستمرار بمستجدات إصابات أو الاستعدادات لفيروس كورونا. يمكن المنطقة الشرقية وتحديدا في محافظة القطيف الغالية جدا كان أكثر الحالات موجودة هناك، و سنتحدث قليلا عن الإجراءات الاحترازية الموجودة هناك وخاصة في مستشفى القطيف. ولذلك ينضم إلي عبر الهاتف الآن الدكتور رياض الموسى، وهو المدير التنفيذي لمستشفى القطيف المركزي وقطاع القطيف الصحي. دكتور حياك الله معنا في أهلا، وشكرا لتجاوبك مع دعوة البرنامج. السلام عليكم، مساء الخير وشكرا لك أخي مصطفى. أهلا بك دكتور، آخر الاستعدادات عندكم في مستشفى القطيف لو تضعنا في الصورة. مساء الخير جميعا، اسمح لي أولا بعد تحياتكم السادة المشاهدين أن أقدم تحية إجلال وإكبار لأبنائي وبناتي وأخواني وأخواتي العاملين في مستشفى القطيف المركزي ومراكز صحية على ما يبذلونه من جهد متواصل على مدار الساعة في سبيل تقديم أفضل خدمة لرعاية مرضانا الكرام ومحاربة فيروس كورونا المستجد. وأيضا كل الشكر والتقدير لكل مشارك في وطننا الحبيب، سواء كان من القطاعات الصحية أو قطاع آخر، طيب يبرز ذلك الجهد. فيما يخص الاستعدادات القائمة ولله الحمد وبفضل الوعي والحكمة التي تعودنا عليها من قيادتنا الحكيمة في المملكة العربية السعودية، اتخذت إجراءات احترازية مشددة هدفها الأول حماية الوطن والمواطن من قبل وزارة الصحة والدواء الحكومية. في مستشفى القطيف بالتحديد تم تطبيق بناء على توصيات وزارة الصحة كل الاحترازات والاحتياطات اللازمة بتوجيهات من الوزارة للحفاظ على سلامة وحماية المواطن والوطن. طيب بالرغم تفضل كمل. يعني بالرغم انا اللي كنت حبيت اشير له، بس بالرغم من يعني محدوديه الحالات ما تم تطبيقه حتى الان يدل على مدى الشعور بحجم المسؤوليه ومقدار الفهم الكبير لتطبيق مبدا مهم في الصحه وهو الوقايه خير من العلاج. ورغم صعوبه بعض الاجراءات التي الحمد لله وان شاء الله لن تطول، الا ان الفائده منها كبيره جدا وتهدف كما اسلفت الى حمايه الوطن لكل خطر. انتشار عدوى فيروس كورونا يعني قاعدين نشوف اثاره على مستوى العالم، ولكن ولله الحمد في المملكه الاجراءات لاقت استحسان حتى من منظمه الصحه العالميه، واصبح مثال يحتذى لدول عالميه كبيره بدات تتخذ اجراءات مشابهه للمملكه اصبحت سباقه فيها. جميل دكتور، غرف العزل الصحي في مستشفى القطيف كيف جاهزيتها استعداداتها وسعتها الآن فيما لو لا قدر الله كان في حالات إصابة أخرى في المحافظة؟ طبعا مستشفى القطيف المركزي كمستشفى رئيسي مرجع في محافظة القطيف من ضمن الغرف اللي موجودة فيه حوي غرف اللي نسميها غرف عزل أو غرف اللي هي الضغط السلبي لبعض الحالات التي تحتاج ضغط سالب، ولأجل الوضع الحالي الاحترازي والإجراءات الاحتياطية تم تجهيز غرف إضافية وبشكل قياسي جدا، يعني تضاعفت السعة لغرف العزل لأجل مواجهة الإجراءات الحالية ومواجهة حال لا قدر الله حال استقبال أعداد أكبر. تضاعفت السعة لغرف العزل بشكل جدا ممتاز ولله الحمد، أصبح الآن عندنا أعداد تقارب بشكل مؤقت أكثر من 60 غرفة مجهزة بكامل التجهيزات المناسبة تحت إشراف طاقم طبي وتمريضي مدرب على أعلى مستوى لرعاية مرضانا الكرام فيما يخص حالات العزل. 60 غرفة جاهزة في مستشفى القطيف. نعم، تم تجهيز الغرف بشكل انها تلائم الاستعدادات، تم تحويل حتى بعض الغرف التي كانت تستقبل بعض المرضى للحالات العاديه وتجهيزها بشكل كامل لتصبح غرف عزل مناسبه لمثل هذه الحالات. وفي تقدم فيها كل الاحتياطات وتوفير كافه اللوازم التي تمكن فريق العمل من اداء مهامه
على أكمل وجه. جميل. طيب دكتور، يمكن احنا اليوم خلف الشاشات وفي المجتمع واجمالا ما نعرف طريقة التعامل اللي تصير ما بين الممارسين الصحيين والمصابين في غرف العزل، كيف تدخل لنا الصورة؟ كيف طريقة التعامل اللي تصير؟ أقصد التعاطي معهم، الأدوية، طريقة الدخول عليهم، التفاصيل هذه. طبعا من ضمن الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الصحة في سبيل التوعية وإرشاد كل المواطنين بما يخص الفيروس، فيروس كورونا المستجد، جزء منها كان التثقيف بالإضافة إلى التدريب والتثقيف المكثف لطاقم العمل والموظفين بشكل عام، ليس فقط الأطباء والتمريض داخل المستشفى. وهذه طبعا مستشفى القطيف ليس استثناء، هو أحد المستشفيات اللي تتم تدريب الكوادر على أكثر مستوى بحيث التعامل مع مثل هذه الحالات. في إجراءات محددة في استخدام مقنن لوسائل العزل، سواء كان قفازات أو كمامات طبية أو لبس اللي هو المريلة الطبية الخاصة في حالة الحاجة. في مبالغة عند بعض الأشخاص، ترى بعض الأشخاص يمشي يستخدم الكمامة في كل مكان. احنا داخل المستشفى طاقم العمل لا يلبس الكمامات في الممرات او في التعامل في كل العيادات الا للدخول للمريض، ويتم تسليم الأدوية ومتابعة المريض. الممرضة تدخل على المريض في غرفة العزل بعد اخذ الاحتياطات اللازمة وتزوره مثل اي مريض اخر. ايضا طاقم التنظيف والرعاية والتغذية يتم ادخالها لمريض غرفة العزل مثل اي مريض اخر، مع اخذ الاحتياطات اللازمه للتاكد من عدم نقل العدوى لا قدر الله. ومثل ما اسلفت، الاحتياطات تعتبر جدا سهله ولا يوجد فيها اي شيء من التعقيد. جميل. الحاله النفسيه للاشخاص اللي موجودين في العزل اليوم، الله يكتب لهم الشفاء والعافيه، كيف تصفها لنا؟ الله يشافي جميع المرضى يا رب. يعني اعتقد التعاون الموجود، اولا تفهم كثير من المرضى سواء كان العزل لبعض المصابين او لعزل لحين ظهور النتائج، اظهر تفهم كبير جدا من المرضى وتقبل يمكن جزء كبير منه باحساس منهم ان هذا جزء من ما يمكن ان يبذلوه لحمايه مجتمعهم. ايضا هم يعرفوا ان وجودهم في غرف العزل حماية لأهاليهم، حماية لمجتمعهم، حماية للوطن من لا قدر الله انتشار مثل هذا الفيروس. وضعهم ولله الحمد الأغلبية مستقر، وإن شاء الله يعني يخرجوا في القريب العاجل إلى أهاليهم ونتخلص من هذا المرض في القريب العاجل إن شاء الله. الممارسين الصحيين دكتور اللي تعاملوا مع حالات الإصابة من بدايتها، هل كان في هناك أي حالات اشتباه أو شيء بينهم؟ ولله الحمد. يعني أنا إذا تسمح لي راح أعيد تصريح في متحدث للوزارة، الدكتور محمد عبد العال. نعم الدكتور محمد عبد العالي هو المتحدث الرسمي، وأعتقد التصريح الأخير سبق وأعلن اليوم عدد الحالات اللي أعلنت. ولله الحمد لم تعلن الوزارة عن أي إصابة لأحد من الطاقم الصحي لحد الآن حسب تصريحات الوزارة، وهذا يدل على مدى الحرص للطاقم الطبي لأخذ الاحتياطات اللازمة لعدم نقل العدوى. طيب أنا أبغى أسمع منك كلمتين قبل ما أقفل. الكلمة الأولى لأهل القطيف إجمالا، يعني أنتم في القطيف وفي المستشفى وبعد فكرة تعليق الدخول والخروج إلى القطيف من أجل الإجراءات الاحترازية، والثانية تخصصها إذا تسمح لي للممارسين الصحيين إجمالا في مستشفى القطيف وفي بقية مستشفياتنا على ما يقدمون اليوم. الأولى لأهل القطيف، وش تقول؟ لأحبائنا وأهلنا أهل القطيف اللي هم جزء مهم ولا يتجزأ من هذا الوطن الحبيب الغالي، أنا كواحد من مواطني المملكة ومن أهل البلد هذه الطيبة أقول لك في تفهم كبير جدا ونراه عند الأخوة من المرضى ومن المراجعين ومن الأهالي ومن جميع الأخوان للإجراءات اللي اتخذتها المملكة حاليا سواء على النطاق الصحي أو على النطاق الأمني أو على الجهات العليا.
ومثل ما أسلفت هذه الإجراءات تدل على وعي كبير تم اتخاذها بشكل استباقي قبل أن يحدث لا قدر الله زيادات مثل ما جعلت تحصل في دول أخرى. وهذه يخلي الناس تتفهم أن هذا حرصا على مصلحتهم، حرصا على ما يبذلونه من جهود المملكة لأجل حفظ المواطن. هذا فيما يخص أهل القطيف، وأقول إن شاء الله لهم شدة وتزول، وإن شاء الله الكل واقف معاكم، وإن شاء الله الأمور إلى أفضل وأفضل إن شاء الله في القريب العاجل. بالنسبة الكلمة الثانية لطاقم العمل في للممارسين الصحيين إجمالا في مستشفى القطيف وفي كل مستشفيات السعودية، لكل الممارسين الصحيين، هم الآن المملكة تعودت على أبنائها الأبطال سواء كان في الحد الجنوبي أو الأبطال في كل مكان، ومن ضمنهم الممارسين الصحيين. ما يحصل الآن هو جهاد لحماية هذا الوطن، ما يبذلونه الممارسين الصحيين بدون النظر إلى ساعة العمل، يعملون بكل جد بلا كلل، ويعرضون نفسهم لا قدر الله للمخاطر رغم أنهم يتخذوا كافة الاحتياطات. كل هذا حماية لأهلهم وحماية لهذا الوطن الكريم. أشكرهم كل الشكر، وكل كلمات الشكر والتقدير لا تفيهم حقهم، ويستحقون قبل على الرأس جميعا. شكرا جزيلا لك دكتور ولحوارك معنا في أهلا. أثناء الحديث مع الدكتور ورد اسم المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد عبد العالي، نوجه له تحية كبيرة جدا على تفاعله وعلى تجاوبه. شكرا للدكتور ولكل الطاقم الطبي في مستشفى القطيف المركزي، وأسأل الله الشفاء لكل المصابين بفيروس كورونا. فاصل أول في حلقتنا ومكملين معكم.